المنتخب السعودي للشباب يجري في معسكره الإعدادي الحالي بالنمسا جملة من المباريات. هذه أولى المباريات الودية التي خاضها اليوم، كانت أمام منتخب بيلاروسيا وانتهت بالتعادل دون أهداف. المنتخب السعودي يستعد للمونديال المنتظر. اختيارات المجموعة التي معه ستضم كرواتيا، نيجيريا، غواتيمالا. اليوم هو يلعب مع بيلاروسيا ويتعادل. والبعض يقول والله مجموعة صعبة، أنت رايح كأس عالم تلقى مجموعة سهلة. هذا كأس عالم. صحيح. نعم، أنا أعتقد أن الكابتن خالد قروني والجهاز المرافق لمدير المنتخب أخونا عبد الله مصليخ يعني اجتهدوا صراحة في عمل برنامج، يعني أنا أشوف أنه طبعا من وجهة نظري مثالي، من خلال تنويع المباريات، من خلال التنقل من منطقة إلى منطقة. أعتقد أنه حيكون الختام في البرازيل حسب ما تابعت. نعم طبعا ظروف المشاركة رجال الله بتكون في رمضان، وهذا الشيء أنا يعني أنا أتمنى أن المنتخب يتجاوز الظروف بتكون في المشارك في نهار رمضان. ولكن كيف ممكن يتجاوز هذه الظروف؟ يعني بتطلع لك بكره الان كل واحد بيفتي، وبنطلع في مسائل يعني قضائيه وافتاء، فلذلك ما ادري ايش بيصير وضعيه اللاعبين. هل بيكون هناك افطار؟ هل يكون هناك اجازه لهم؟ على العموم نتمنى ان يكون المعسكرات المتواليه طبعا تثمر عن استقرار الاستاذ خالد قروني على تشكيله معينه، واللاعبين يكون في اوج عطائهم في هذه المرحله اللي هي في رمضان. طيب. ان شاء الله.